بندريس خليل من حي عين دريق من ولاية سطيف. احنا رانا مع الانتخابات ولازم يكونوا انتخابات. 10 شهور بلا رئيس، تدهور كامل 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 كامل، الدنيا كاملة حابسة، كلش حابس، ما كان لا بيع لا شراء لا تجارة لا والو. طونك ما عندناش رئيس، ما عندنا حتى حاجة، كلش راهو حابس. السلام عليكم، مساء الخير. سي عبد الرحمن ابن مدينة سطيف، حبينا نمدوا رأينا الفوت. La situation actuellement qu'on vit dans le bled, nous sommes besoin d'un président qui nous mène et nous gère dans le bon sens. وقت اللي رانا عايشين فيه رانا وصارينا كيما الرعية كيما الغنم بلا راعي، لازم نخيل كل واحد يمد رأيه الشخصي. ما باش نبقاو بلا فوت ما تساعدنا لا حنا ما تساعد حتى واحد اللي راهو عايش في الجزائر. نحن مع قرارات المؤسسة العسكرية من أجل انتخابات حرة ونزيهة، ونطلب من الشعب الجزائري أن يسير إلى الانتخابات يوم 12/12 وإنجاح هذا العرس ويكون عرس ديمقراطي. بسم الله الرحمن الرحيم. أم زيان رضوان من حي الشيمينو. أنا شاب، يعني بارابور للانتخابات أنا نشوف باللي لا سيتياسيون تاع البلاد تحتم علينا أنو نمشيو الانتخابات في أقرب وقت. كامل لي جون اللي كيما أنا إن شاء الله اليوم 12 ديسمبر يكونوا بقوة في مكاتب الاقتراع. أنا ثاني ابن مدينة سطيف، زمولي مارس أنور. البلاد هذه راهي بلا رئيس، ما لقينا لهاش حل، شبيبة ضايعة كما قال صديقي ذا، وين رعية بدون راعي. دونك لازم نفوطي ونديروا حل، وكل واحد يشوف في رأي الشخصي تاعو. قال لك في دار كاينين 10 كرش، جيب سباق ودباق كما يقولوا، واحد حب تبون وواحد حب بن علي وواحد حب بن فليس، كل واحد كيفاش يحب. فنحن ممثلي الولايات في العشريه السوداء ل 18 بلس 6 ولا 18 زائد 6، ندعم الرئيس المنتخب باذن الله يوم 12/12/2019. سوف يقوم ونقوم بدعم الرئاسيات الجزائريه من اجل جزائر قويه وامنه. باسكو البلاد كيما نقولوا راهي كيما نقولوا ماهيش مليحه. نمشيو للانتخابات وكل واحد يخير، ندخلوا لصناديق الاقتراع وكل واحد يخير الرئيس اللي يشوفه هو مناسب. حنا ما نقولوش للناس فوطيو على اكس ولا ايكراك، كل واحد يفوطي على اللي شافه هو عنده برنامج ويقدر يخدمه هو. كيما نقولوا حنا في عائله واحده، في دار كل واحد شكون راهو مخير، لانه باش نسدوا الطريق نتاع ولاد الحركه ولاد فرنسا اللي راهم يقسم حب يقسمونا البلاد. ما اللي حنا رانا نستنكروا هذا الشيء، هذا وهذه بلادنا لازم نحافظوا عليها، وراها ابواق كبيره وراها مكيده كبيره راها تتوجد للجزائر. ما لا لازم يكون ان شاء الله انتخابات سليمه.